السلام عليكم، هذه الكاميرا مركبين كاميرات بنخليكم تشوفون دقتها. طبعا ما هي دقيقة مرة. طبعا الشاشة عندكم صغيرة، انا عندي الشاشة تجي كبيرة، يعني انت اذا ركبتها تطلع لك الشاشة كاملة، هنا ما طلعت تجي الشاشة كاملة، ما اعرف ليش، ولكن حلوة تقدر تتابع. تقريبا يمكن ما تكلف الكاميرتين هذه 600 ريال، يعني في حدود 600 ريال بس. طبعا الى الان حنا تحت الكاميرا الاولى. ما اعرف وش، هل انا ما ضبط طريقة الاعدادات او شيء. طبعا البعد اللي بينهم حول 3 متر. الحين بنشوف الكاميرا الثانية. على هذه في الأول كانت تطلع لي الشاشة كاملة حتى في التسجيل. يعني حبيت أشارككم طريقتي في الكاميرا وكذا. يعني اللي يحب يسأل على الكاميرا أو يبغى يشتري كاميرا يشوف ياخذ فكرة. طبعا الكاميرا هذه نفس الكاميرا، فيها ذاكرة 32 جيجا وفيها الويرلس وتشتغل عن بعد، بس لازم انترنت عندها. يعني دقتها كويسة نوعا ما، طبعا ما هي يعني مرة، ولكن بسعرها معقول. هذه الكاميرا الثانية، طبعا هذه بلافل. انا اشوف انها متقاربات الكاميرات مرة، طبعا كل واحدة شركة. طبعا هذا الزوم، اذا انا اقربك تصغر الكاميرا، تصغر المساحة حقتها حق التصوير. يعني اذا قربت الزوم ما تعطيك الا حدود المتر.
وبس ما عندنا الا بس هذه، قلنا بنجربها وان شاء الله اليوم بننزل مقطع جديد على الطيور. السلام عليكم.